النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. الدكتور أبو مازن يشارك باجتماعات الحلبوسي مع القيادات الكردية لمناقشة تشكيلة الحكومة المقبلة. محافظ صلاح الدين يشرف على خطة نشر القوات الأمنية في جبل حمرين لإنهاء خطر داعش الإرهابي. محافظ صلاح الدين يتابع واقع الخدمات في الشرقاط وجزيرة غرب تكريت، ويؤكد أن العام الحالي سيشهد تطورا مهما. والتشكيلة الوزارية لمحمد علاوي لا تزال في طور المشاورات، وعقد جلسة البرلمان للتصويت عليها بعيدة المنال. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.